أما بالنسبة لأداة الحرم المكاني البفر، يتم إنشاء نطاق مكاني بمسافة معينة واختيار جهة معينة. فمثلا عندنا طريق، نقوم بتوسعة هذا الطريق من خلال تحديد الطريق الهدف أو المراد توسعته من كلا الجهات. بعد ما نقوم بتحديد هذا الطريق، نروح على الجيو بروسيسينج، ونروح على مجموعة أدوات الكرب، ونختار بفر. نقوم باختيار هاي الطبقة، طبقة الطرق. طبعا أنا عامل تحديد لطريق واحد، فراح يتم تنفيذ هاي الأداة على الطريق المعمول له تحديد. المسافة بده يتم توسعة هذا الطريق 3 متر على الجانبين. نترك باقي الإعدادات كما هي، ونضغط على رن ومنشاهد النتيجة. بنشاهد النتيجة بهاي الطريقة وبهذا الشكل. ولو رحنا على أداة القياس، قسنا من المسافة من هاي الحافة لهاي الحافة، بنشاهدها 3 متر، وهي القيمة اللي تم إدخالها بالبفر. طبعا أنا بقدر أعمل ملتي بفر أو بفر متعدد من خلال هاي الأداة. بقدر أعمل الطريق اللي كنت بتحديده، بقدر أضيف أكثر من مسافة، 2، 4، 6، و8 على سبيل المثال. بضغط على رن وبشاهد 4 نتائج بدل نتيجة واحدة بهاي الطريقة. أول مسافة موجودة عندي اللي هي 2 متر، ثاني مسافة 4 متر، وعندنا 6 متر، وعندنا 8 متر على كلا الجهتين. طبعا بإعدادات أخرى بنقدر نعمل على جهة معينة أو جهة مختارة. أما بالنسبة للأداة الخاصة بالكرب، إحنا بنقدر نقيس المسافة بين معالم طبقتين. يتم إنشاء حقول الكرب طبعا، بتم معرفة كل معلم من معالم الهدف كديش ببعد عن أقرب معلم من معالم الكرب. نقوم باختيار أداة المسافة أو النير، نقوم باختيار الانبوت فيتشر اللي هي طبقة المباني. بدي اقوم بمعرفة مسافة بين المباني والطرق، يعني كل بناية مرسومة عندي هاي الطرق، هاي شبكة الطرق او السنتر لاين للطريق. بدي اقوم بقياس مسافة اقرب مسافة بين السنتر لاين والمباني. فأنا بقوم أولا باختيار المباني وكديش بيبعدوا عن طبقة الطرق. طبعا حقل المسافة راح يكون بهذا الاسم، نقدر احنا نغيره. إذا قمنا بالتشغيل أو تفعيل اللوكيشن والزوايا، الزاوية بتظهر بهذا الاسم، نقدر احنا نعدل الاسم ونقدر نشيل هذول الخيارات. خلونا بدون هذول الخيارات، بعدها بنضغط على رن ونشاهد النتيجة. نفتح الاتريبيوت تيبل الخاص في طبقة المباني، ونروح على الحقل الجديد اللي هو اسمه نير ديستانس او مسافة القرب. لو قمنا بتحديد هذا البناية، نروح على قائمة المعالم المحددة، عندنا اقرب مسافة 12.6 متر. لو قمت بقياس هاي المسافة، ولو قمت بقياس المسافة من اقرب منطقة تقريبا، راح تطلع نفس الرقم الموجود عندي. عندي 12.6، هون 12.75. لكن لو اني اخترت منطقة اقرب، ومش راح اقدر اوصل لهاي المنطقة، لانه هاي الاداة ادق من العمل اليدوي او المانيوال. هاي الاداة بتكون بحسابات دقيقة جدا. فانا هيك عرفت كل بناية كديش بتبعد عن السنتر لاين في الطريق. طبعا بنفس الطريق انا بقدر اختار الطرق من نوع بوليجون. لو كنت بإضافة الطرق من نوع بوليجون،
بقدر أقيس هاي المسافة من خلال طبقة الطرق من نوع مضلع، لكن أنا معني أقيس المسافة على السنتر لاين. فدائما عند استخدام الأدوات ضروري نحدد الهدف من استخدام الأداة عشان نعرف شو ندخل مدخلات على الأداة. وهيك إحنا قمنا بالانتهاء من أهم التحليلات المكانية من خلال برنامج الـ RGS Pro. ننتقل إلى أهم التحليلات المكانية الإحصائية. يعني في عنا مكاني إحصائي بدنا نقوم بإجراء أدوات تخدم العلم الإحصاء. طبعا المتوسط والوسيط هدول جايين من علم الإحصاء وعلم الرياضيات، لكن برنامج الـ RGS Pro سهل لنا هاي العملية. نقوم بتنفيذ أول ثلاث أدوات ونعرف الفرق بيناتهم عن طريق الموقع الجغرافي. نروح الـ RGS Pro ونقوم بتشغيل طبقة نقطية خاصة في المباني، لذلك بدي أقوم بتحويل طبقة المباني إلى نقاط. فأنا بروح على الجيو بروسيسينج وبروح على الداتا مانجمنت تول ومجموعة أدوات الفيتشرز، بختار فيتشر تو بوينت. طبعا في عندي فيتشر تو لاين وفي عندي فيتشر تو بوليجون، وأيضا بقدر أنا أحول نقاط الرؤوس اللي بتكون منها المضلع، هذول النقاط بقدر أحولهم لبوينت، وإذا عندي بوينت بقدر أحوله لبوليجون أو لاين. لكن في هذا الفيديو لضيق الوقت نقوم باستخدام فيتشر تو بوينت. بقوم بالغاء التحديد لان انا بدي العملية تتم على جميع المباني. بقوم بسحب طبقة المباني وهيك اسم طبقة المباني راح يطلع. ضروري افعل هذا الخيار، اذا ما فعلته بتم انشاء النقطة، لانه ممكن انشاء النقطة تكون خارج حدود المضلع، فانا بدي ان النقطة تعبر عن السنتر البناء في وسط البناء. فعشان هيك انا بقوم بتحديد خيار الانسايد. نضغط على ران ومنشاهد النتيجة. صار في عنا مجموعات نقاط، كل نقطة بتعبر عن السنتر لجميع المباني الموجودة عنا. بقوم بإلغاء طبقة المباني وبخليها طبقة مباني من نوع بوينت. طبعا الاتريبيوت تيبل تم نسخه كما هو موجود في طبقة المباني من نوع بوليجون. عنا مجموعة نقاط بدنا نعرف المتوسط والوسيط ومركز تجمع النقاط. من خلال الجيو بروسيسينج بنروح على صندوق أدوات خاص بالإحصائيات المكانية موجود عنا في هاي المنطقة، ونختار مجموعة أدوات القياسات الجغرافية أو التوزيعات الجغرافية، ومنختار السنتر والمين والميديان. نبدأ في السنتر. طبعا السنتر راح يتم إنشاء معلم، هذا المعلم هو أصلا موجود بطبقة النقاط. نقوم باختيار طبقة النقاط، نضغط على ران، بعدها بتم إنشاء معلم واحد. هذا المعلم هو عبارة عن معلم موجود بمنتصف هدول المعالم، نلاحظ بهذه الطريقة ان هدول النقطتين هم نفس الإحداثية، هذا المقصود بالسنتر. اذا انا بدي اقوم بانشاء معلم يعبر عن مركز المعالم بستخدم هاي الأداة السنتر. لكن اذا انا بدي اقوم بمعرفة المتوسط والوسيط، المتوسط اللي هو المين سنتر، بختار هاي الأداة وبقوم بإدخال طبقة المباني. طبعا في عنا حق الخاص بالوزن. الوزن هو عبارة عن انه ممكن احنا نقوم بإنشاء معلم بعبر عن المتوسط او عن المين او عن ميديان او عن السنتر ايضا، وجعل حقل معين او بيانات الموجودة في الحقل الها وزن. في دروس متقدمة راح يتم شرح استخدام الوزن لحل مشاكل جغرافية، لكن في هاي المرحلة بناخد احنا الاساسات وبنترك باقي المدخلات افتراضية كما هي. بنضغط على رن، احنا هون بنشاهد تم انشاء معلم جديد مش موجود من مجموعة النقاط الاصلية، لكن هذا المعلم اللي تم انشاؤه بعبر عن المتوسط بين مجموعة من النقاط. اما المعلم اللي بعبر عن الوسيط هذول الطبقات الميديان، نرجع على الجيو بروسيسنج بنختار هاي الأداة الخاصة بالوسط الوسيط الحسابي، نختار مجموعة النقط المباني، بعدها بنضغط على رن ومنشاهد
الثلاث مخرجات، الوسيط باللون الأصفر والمتوسط باللون الأخضر والسنترال موجود باللون الأزرق. أما بالنسبة للمسافة القياسية واتجاه التوزيع، المسافة القياسية يعني بتم إنشاء دائرة نصف قطرها موجود في موقع تركز أغلب المعالم، يعني وين بتركز أغلب المعالم بتم إنشاء نصف قطر الدائرة. أما اتجاه التوزيع بتم إنشاء شكل بيضوي أو ما يشبه أو شكل القطع الناقصة، وهذا الشكل بيمثل اتجاه توزيع أغلبية المعالم. نأخذ الأداة الخاصة بالمسافة القياسية، نروح على الجيو بروسيسينج، هاي الأداة الخاصة بالمسافة القياسية، نختار مجموعة النقاط الموجودة عندنا اللي بتعبر عن المباني، نقدر نختار حقل الوزن، لكن نترك الإعدادات افتراضية بهدف التعلم، نضغط على ران ومنشوف الشكل اللي ظهر عندنا دائرة بهذا الشكل. إذن جميع المعالم الموجودة داخل هاي الدائرة شو بكونوا؟ تركز أغلبية المعالم، يعني في هاي المنطقة أكثر المعالم موجودة، لكن في المناطق الثانية بتقل نسبة تركز المعالم. أما اتجاه التوزيع، خلي هذول البيانات موجودة، منروح على الجيو بروسيسينج، بنقص مجموعة الأدوات الخاصة بالتوزيعات الجغرافية، منروح على هاي الأداة الخاصة باتجاه التوزيع، ونقوم باختيار طبقة نقطية، ومن ثم نضغط على رن ومنشاهد النتيجة. النتيجة تم رسم شكل بيضاوي يمثل اتجاه توزيع غالبية المعالم الجغرافية اللي هي طبقة النقطية. طبعا احنا في عنا كثير ادوات احصائية ومكانية، لكن نكتفي بشرح هذول الادوات، ومع الايام راح يتم شرح فيديوهات متقدمة على جميع صناديق الأدوات الموجودين داخل قائمة الجيو بروسيسينج. والسلام عليكم.